بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الثاني من قراءة الأربعين النووية للإمام يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين، أمين. ونبدأ من الحديث العاشر إن شاء الله بأسانيدنا المتصل إلى مشايخنا، إلى الإمام النووي، إلى كتب السنة المروية بها حديث الأربعين النووية. تفضل يا سيدي اقرأ. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني إن الله طيب يعني مقدس ومنزه عن النقائص، ولا يقبل إلا طيبا أي حلالا. فطيب التي يقبلها غير الطيب المنسوبة إلى الله، فالله طيب أي منزه ومقدس عن كل نقص، بل هو فوق تنزيه المنزه وتقديس المقدس، لا تدركه العقول ولا الأبصار. لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا عمل صالح من إنسان يتغذى على حلال. فالطيب هنا الذي يقبله الله هو العمل الصالح الموافق للسنة المطابق لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، ويصدر من عبد مؤمن متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد غذي من الحلال. تفضل. نعم، هذا الحديث عن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حفظه من الرسول مباشرة، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي رواية: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كانت برواية الفتح يريبك فهي من رابة يعني شك، فدع ما تشك فيه من حل أو حرمة أو فيه خلاف إلى ما لا خلاف فيه. وأما بقراءة دع ما يريبك من أراب يريب، يعني دع الأعمال أو الأفعال التي تجعلك محل سوء ظن من الناس، فلا تفعل ما يشينك أو ما يكون سبب في شينك أو عيبك. أما ما يريبك أي من الأعمال والأحكام، من لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يخرج من الخلاف مستحب ولا يرتكب الشبهة إلا لضرورة شديدة توقعه في حرج شديد إن لم يفعل هذه الشبهة، فلا يكون ارتكاب الشبهات هي قاعدة الإنسان في حياته، بل تكون استثناء ورخص نادرا ما يقع فيه. بارك الله فيكم سيدي. نعم. الحديث الثاني عشر: وبه
نعم رواه الترمذي وغيره. هكذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حتى لا يقع في كثير من المشاغل والعوائق والعلائق التي تكون سببا لعدم تفرغه لعبادة مولاه أو لتشويش قلبه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يعود عليه بالخير والمصلحة الدنيوية أو الأخروية. فمعناه يعرض عن اللغو، وهو حديث كأنه شرح لقول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. بارك الله فيكم سيدي. الحديث الثالث عشر وبإليه قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما نعم. رواه البخاري ومسلم. يعني متفق عليه، لما يكون رواه البخاري ومسلم يبقى حديث متفق عليه، وهي أعلى درجات الصحيح، ما اتفق عليه الشيخان، ويلي من فرد به الإمام البخاري، ويلي نمرة ثلاثة في المرتبة من فرد به مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا درجات الحديث الصحيح. أما الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا الحديث من أيسر الأحاديث حفظا ومن أصعب الأحاديث تنفيذا، لأن كثيرا ما يقع ويوقع الشيطان بين الإخوة في الإسلام البغضاء والحسد والتنافر، وهذا يجعله ليس أهلا لهذا الحديث. فعلى الإنسان أن يوطد نفسه أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. بارك الله فيكم. الحديث الرابع عشر وبه إليه قال عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للجماعة. قال رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث مهم لمعرفة أن دم المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دم ومال وعرض، ولكن متى يحل دم المسلم ولا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: بحكم قاضي ليس بأحكام الناس الأفراد. الأول الثيب الزاني، يعني الذي يزني ويكون سبق له الدخول بعقد صحيح على امرأة، هذا يسمى ثيب. فإذا زنى وثبت الزنا عند القاضي بقواعده المعلومة فيحل قتله رجما. والنفس بالنفس أيضا، أي الذي يقتل إنسان متعمد ويثبت ذلك عند القاضي فله أيضا أن يستحل دمه فيقتل أمام النفس التي قتلها، أو يخير أولياء الدم بالعفو وقبول الدين. أما الثالث فهو التارك لدين المفارق للجماعة، وهو المرتد. فالمرتد لا يقتل إلا بحكم قاضي، ويشترط في المرتد أن يكون ارتد عن الإسلام ثم نابز أهل الإسلام بالعداوة. وعلشان كده الردة في حد ذاتها دون منابزة المسلمين بالعداوة ليست موجبة للقتل، فلا بد أن يتوفر في المرتد شرطان: شرط الردة، ثم بعد ذلك يعادي المسلمين فيعامل معاملة الكافر الحربي، والكافر الحربي في هذه الحالة يكون حلال الدم. أما الردة فقط دون معاداة المسلمين فليست مسوغا لقتل المسلم، لأنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، أي شرطان: يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، أي ينضم إلى من يعادي المسلمين، وبهذه الحالة يصير كالكافر المعاند المحارب فيحل دمه، لأنهم شوشوا على الناس
في قضية قتل المرتد، وقالوا أنه يناقض قول الله لا إكراه في الدين، ويناقض قول الله لكم دينكم ولي دين. والحقيقة أنه لا يقتل إلا بحكم قاضي بشرط إذا عاد المسلمين ونبذ المسلمين العداء بجانب رده. تفضل. طبعا هذه بقى قضية تكون مع القاضي، القاضي الذي يحكم بردته وقد قبض عليه، يجعل يعني يسأله ويجلس عنده عدة مجالس الاستتابة. واختلف العلماء، هناك من العلماء من قال يستتاب أبدا، وهناك من قال يستتاب 3 أشهر، وهناك من قال يستتاب 3 أيام في وليس في مجلس واحد، فهذا خلاف، لكن لابد من الاستتابة، وتفاصيلها تختلف فيها المذاهب، لأن الإسلام ليس متشوفا إلى قتل النفس، ولكن الإسلام في الحقيقة متشوفا لدرء الحدود وليس لإقامتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لدرء الحدود بالشبهات. أكرمك. الخامس عشر، وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال رواه البخاري ومسلم. نعم. وهذا الحديث يدلك على مكارم الأخلاق التي لابد أن يتحلى بها المسلم، فلابد أن يكون كلامه خير، فإن لم يكن ظاهر الخيرية في الكلام فالصمت أفضل، وكذلك لابد أن يكرم جاره، أي يحسن إليه ولا تأتيه من قبله أي إزاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وكذلك عليه أيضا أن يكرم ضيفه، لأن إكرام الضيف سنة نبوية شريفة إبراهيمية من لدن الأمم السابقة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتأييدها وبتنفيذها على الوجه الأكمل صلى الله عليه وسلم. الغضب أمر عفوي لا إرادي، ولكن النبي هنا يقول لا تغضب أي لا تنفذ غضبك، لأن الغضب أمر لا إرادي يحدث للإنسان كما يحدث له الشعور بالجوع والعطش والانفعالات الإنسانية المعتادة، ولكن النبي عندما قال لا تغضب يقصد لا تنفذ غضبك، أي لا تتصرف وأنت غضبان، لأنك لو تصرفت وأنت غضبان إذا تكلمت قد تتكلم كلام تندم عليه، وإذا فعلت فعل وأنت غضبان قد تندم على هذا الفعل، فلابد أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب حتى يزول الغضب، ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم طرق لإزالة الغضب. هذه الطرق: إذا كان الإنسان غضبان فعليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وما زال الغضب فيه فعليه أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، فيتوضأ، فإن توضأ وما زال غضبانا فليغتسل عشان يطفي الحريقة الكبيرة بقى. يبدو أن الحريقة تحتاج إيه؟ مية كبيرة، فبدل ما يطلب المطافي يدخل تحت الدش كده يغتسل، فإذا اغتسل وما زال غضبانا يصلي ركعتين، فإن صلى ركعتين وما زال غضبانا عليه أن يترك المكان ويخرج. فهذه كلها وسائل للتخلص من الانفعال أثناء الغضب. ثم إذا كان الإنسان غضوب يعني يكثر غضبه، فعليه أن يقلل من أكل اللحم، وأن يمنع نفسه مما يشتهي من الطعام، فيأكل الطعام الذي لا يشتهي حتى هزيبا لنفسه، وعليه إذا أكل ألا يشبع، فإذا فعل ذلك وما زال كثير الغضب فعليه أن يكثر من الصوم، وأقل صيام 3 أيام كل شهر. ولذلك ورد حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلك على ما يذهب وحر الصدر؟ والوحر الصدر والغل الذي يصاحب الإنسان الغضبان فيسارع للانتقام، هذا يسمى وحر الصدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما يذهب الله به وحر الصدر؟ صيام 3 أيام من كل شهر. فهذه الوسائل العلاجية النبوية الشريفة الكثيرة للغضب حتى لا يقع الإنسان في أمر يندم عليه. ولو فعل الإنسان ذلك ما ندم إنسان على طلاق زوجته، لأن كثيرا ما يطلق الإنسان زوجته ثم بعد ذلك يندم ويقول كنت غضبان، ثم يذهب إلى دار الإفتاء وإلى المشايخ وكل ذلك لأنه تصرف وهو غضبان. وما وكذلك كثير ما يعتدي المسلم على أخيه المسلم على غضبه، فيتحول من مظلوم إلى ظالم، لأنه إذا تصرف وغضبان يتصرف بطريقة غير منضبطة، فبعدما كان مظلوما يصير ظالما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على أمته أوصاهم ألا ينفذوا الغضب. فلا تغضب معناه اكظم غيظك الذي جاء في الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن. تفضل. بارك الله فيك. الحديث 17 به إليه قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال رواه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب بمعنى فرض وأوجب، فأوجب أن يفعل على الإنسان المسلم المؤمن بالله أن يكون محسنا في كل تصرفاته. وأقصى تصرف يتصرفه الإنسان من حيث القسوة هو ذبح الذبيحة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثال كيف يحسن في أمر في ظاهره قسوة، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني تقتل بغير تعذيب، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبحة والقتلة بالكسر القاف هي الهيئة والحالة، يسموه اسم هيئة، فلا بد أن يكون الإنسان في هيئة طيبة حين يقتل، يعني يحسن القتل فلا يقتل معذبا لمن يقتله، أو حتى بعدما يقتله يمثل بجثته كما يحدث عند أهل الغل وأهل الحقد. فمن وسائل حسن الذبحة الذبح يعني أن يحد شفرته ويرح ذبيحته ويسقيها ماء، وألا يذبح ذبيحة أمام ذبيحة أخرى، هذا مع الحيوان فما بالك مع الإنسان. فنسأل الله أن يرزقنا الإحسان في كل شيء، لأن الله يحب المحسنين. وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأدي السيئة ارسلت سمعها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض حسن صحيح. نعم، هذا الحديث هو منهج حياة، منهج حياة، يعني يكفيك أن يكون منهجك في الحياة هذا الحديث لتكون من أهل الجنة. فيقول فيه صلى الله عليه وسلم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وحيث تصح للزمان وللمكان، يعني في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. اتق الله يعني راقب ربك فلا تعصه، وراقب ربك فواظب على طاعته، وراقب ربك فاخشاه. حيثما كنت، سواء كنت في الجلوة أو في الخلوة، أو كنت شابا أو شيخا، صغيرا أو كبيرا. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني من باب التربية أن الإنسان كلما أساء يسارع بالتوبة ويقدم حسنة أمام هذه السيئة التي فعلها، فيتصدق أو يصوم أو يكثر من الذكر أو يحسن لمن أساء إليه. فلا تكفي فقط إذا أساء الإنسان أن يقول أستغفر الله فقط، بل يقول أستغفر الله مع الندم
ثم الإحسان لمن أساء إليه. فإن لم يكن هناك إساءة لمخلوق بل الإساءة بينك وبين ربك، فعليك أن تقدم عبادة زائدة لربك. فإن كنت فعلت معصية بينك وبين ربك فعليك أن تتبعها بصيام، فالصيام عبادة لا يدركها إلا الله ولا يقدرها إلا الله. فإن كانت المعصية متعلقة بالآدميين فعليك أن تقدم هدية لمن أسأت إليه، وأن تتصدق عليه، وأن تتقرب إليه، وأن تكثر من الدعاء له. وخالق الناس بخلق حسن حتى لا يعني يبغضك الناس فيؤذونك ويشغلونك عن مولاك. فإذا خالقت الناس بخلق حسن يعني صبرت على أذاهم وعودت نفسك على أن تتجنب أذيتهم وأذاهم، فلا تؤذيهم ولا تتعرض لأذيتهم. وعليك أن تجمع هذا الحديث في سيرة النبي وخلقه. فإذا أردت أن تعرف تفسير هذا الحديث فانظر إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف عاش إلى أن توفاه الله عز وجل، حتى أنه كان من حسن خلقه كان أعداؤه الذين يحاربونه كانوا يحترمونه ويحبونه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث من الحديث العظيمة في علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالخلق. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلم سيدنا عبد الله بن عباس، ومن خلال سيدنا عبد الله بن عباس يربي الأمة كلها. احفظ الله يحفظك، يعني أطع الله وراقبه في شؤونك كلها يحفظك مما يسيئك ومما تكره. احفظ الله أي راقب الله في كل أحوالك، تجده تجاهك أي أمامك ناظرا إليك معينا لك. إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت فاسأل الله معتمدا عليه بقلبك. وهذا لا يعني أنك لا تسأل المسلمين شيئا، لك أن تسأل المسلم أن يعينك، وتسأل الشيخ أن ينصحك، وتسأل الغني أن يقضي دينك إن كنت معسرا. فهذا السؤال هذا ليس معناه النهي عن سؤال الناس المعونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لكن هنا إذا سألت فاسأل الله، يعني اجعل ثقتك في الله ولا تجعل ثقتك في الخلق. حتى لو توجهت للخلق لقضاء بعض أحوالك فإذا لا تستجدي، أي لا تكثر السؤال إلحافا وإلحاحا، ولا تستغني عن فضل الله. هذا معنى إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة عبادة قلبية وهو الاعتماد على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حتى تزول البغضاء من قلبك لأي إنسان أجرى الله الضر إليك عن طريقه. فعليك ألا تكره من جرى الضر على عن طريقه إليك، لأنه ما هو إلا أداة في يد القدر، والقدر في يد الله. وبالتالي هذا يزيل البغضاء والشحناء
التي قد تقع في قلب بعض الناس عندما يرى أن هناك بعض المضار أصابته بسبب فعل غيره من الخلق. فعليه أن يعلم أن هذا بقدر الله فيه وليس بفعل فلان وعلان. وكذلك عليه ألا يخشى اجتماع الناس عليه ويظن أنهم يكيدون له، لأنه لا يكيدون له ولا يضره بشيء إلا قد كتب الله عليه. فعليه أن يحذر دون أن يخشى ويخاف ويرتعد. لكن احذر الناس لا بأس، ولكن لا ترتعد منهم، واترك الهم الخلق وهم الرزق حتى لا تنشغل بما ضمنه الله لك عما أمرك الله به. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، فكلما كنت صبور كلما جاءك النصر. والفرج مع الكرب، اشتدي أزمة تنفرج، قد قد آذن ليلك بالبلج كما قالوا في الشعر. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، ولذا في الآية إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالعسر في الآية معرف في الآيتين، واليسر منكر في الآيتين، والتنكير يدل على التعدد، والتعريف بالألف واللام يدل على الوحدة. وبالتالي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلب عسرا واحدا يسرين. فإن الله سبحانه وتعالى ما أوقف إنسان في أمر فيه صعوبة إلا فتح له أبواب التيسير واللطف والرحمة. فضلي نعم، إذا لم تستحي أي من الله وكذلك من الخلق فاصنع ما شئت. وكلمة فاصنع ما شئت وأنا أمر يراد منه التحذير، وليس كما يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا تحذير. وكذلك فاصنع ما شئت فإنك محاسب ومعاقب على ما فعلت. وبالتالي ليس كل أمر للفعل، فأحيانا يأتي الأمر للتحذير والكف. تفضل. وهذا أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عليه أن يقول بقلبه ولسانه آمنت بالله، وليس المقصود آمنت بالله فقط، أي آمنت بالله وبقية أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول قل آمنت بالله، أي وما بقي من أركان الإيمان، وليس اكتفاء بالإيمان بالله فقط، بل لابد أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم استقم على هذا، أي اجعل تصرفاتك وحياتك مطابقة لذلك. فعليك أن تتجنب معصية الله، وأن تحرص على طاعة الله، وأن تستمر على ذلك، وأن تؤمن بما جاء على لسان الرسل وهكذا. فهذا الحديث يعتبر أيضا منهج حياة. تفضلي.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. الإنسان العامي البسيط يظن أن العبادة هي بالفعل أكثر من الترك، في حين أن العبادة بالترك أكثر من العبادة بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق المحارم تكن أعبد الناس. فالإنسان إذا اتقى المحارم ولم يفعل من المأمورات إلا الواجبات فقد دخل الجنة وكان من أعبد الناس. لكن هي على خلاف ما يتوقعه كثير من المسلمين أن العبادة بالفعل أرجى من العبادة بالترك. فكثير من الناس يكثر الصلاة لكن يؤذي المسلمين، وكثير من الناس يكثر الصيام ويكثر العمرة والحج ولكن يأكل أموال الناس بالباطل ولا يؤتمن على أموال الناس، بل يغتاب المسلمين ويتعرض لأعراضهم وغير ذلك. ففي حين أن الإنسان الذي يفعل الفرائض فقط ويتجنب إزاء المسلمين في أموالهم وأعراضهم وأحوالهم يكون أعبد لله من الصائم القائم الذي يظن في نفسه الكبر ويغتاب الآخرين. تفضلي. نعم، وهذا الحديث أيضا أصل من أصول الإسلام وينبني عليه كثير من أخلاق المسلمين التي توصلهم إلى رضا الله. الطهور شطر الإيمان، والطهور هي الطهارة الحسية والمعنوية. فالطهارة الحسية تكون بتجنب النجاسات وبتجنب أكل المحرمات وبتجنب القاذورات وبرفع الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والغسل والتيمم وطهارة الثياب من النجاسات، كل هذه طهارات حسية. أما الطهارة المعنوية فتطهير القلب مما فيه من أخلاق دنية، من الحسد والكبر والغرور والحرص والغضب وحب الدنيا وحب جمع المال وحب الانتقام وغير ذلك من الأمراض القلبية التي تحول بينه وبين الوصول إلى مولاه. ثم بعد ذلك عليه أن يعلم أن الإنسان إذا تطهر ظاهرا وباطنا فالحمد لله منه تملأ ما بين السماوات والأرض. فتكون كلمة الحمد لله من الإنسان طاهر القلب، نقي السريرة، طاهر الثياب في الظاهر وفي الباطن. أقل ذكر منه يملأ السماوات والأرض نورا. وكذلك سبحان الله والحمد لله. والفرق بين سبحان الله والحمد لله أن الحمد لله نسبة الكمالات إلى الله، وسبحان الله نفي النقائص عن الله. فسبحان الله سلب والحمد لله إيجاب. ثم قال والصلاة نور، لأن الصلاة نور على الصراط يوم القيامة. فالنبي يقول الصلاة نور لأنها تنور قلب العبد وتنور له الصراط يوم القيامة. فمن كانت صلاته في الدنيا متقطعة يكون نوره على الصراط أيضا متقطع، فينطفئ نوره وهو على الصراط. ولذا عندما يرى المؤمنون بعض المسلمين الذين يسيرون على الصراط يوم القيامة تنطفئ نورهم فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فمن أراد النور الدائم على الصراط فعليه بالمداومة على الصلاة وعدم قطعها. ثم الصدقة برهان، يعني هي دليل على صدق إيمان صاحبها، لأن الصدقة في ظاهرها تنقص المال ولكن في حقيقتها هي نماء للمال، ولا يدرك هذا المعنى إلا المؤمن بالغيب. لأن المؤمن بالحس يرى أن الصدقة تنقص مال، والمؤمن بالغيب يرى أن الصدقة تبارك في ماله، فهي برهان على صدق إيمان صاحبه. والصبر ضياء، لأن الصبر يعني يكون مرا ويكون فيه حرقة، فشبهه بالضياء. ربنا قال الشمس ضياء والقمر نور، والضياء نور مع حرقة،
فكأن الصبر يكون على المر ويكون فيه حرقة في القلب، ولكن لو قاوم هذه الحرقة بقي منها النور الذي يكون سببا لأن يعبر ضيق ما هو فيه فينتقل من الصبر إلى الرضا. والقرآن حجة لك أو عليك، إن فعلت بما أمرك القرآن به يكون حجة لك وشفيعا لك يوم القيامة، وإن لم تفعل فيكون شاهدا عليك. كل الناس يغدو أن يموت، يأتي الدنيا ثم ينصرف منها، كل الناس هكذا، إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن مدة حياة الإنسان من حيث نشاطه وعلاقته بربه، إما يبيع نفسه فيعتقها، أي يبيع نفسه للطاعات والبعد عن المعاصي فيعتقها من النيران، أو يبيع نفسه للشهوات وللمعاصي فيوبقها أي يهلكها. فهذا الحديث أيضا حديث من المناهج، مناهج الحياة لابد الإنسان أن يحفظه ويحفظه كل مسلم ويحوله إلى خطة عمل. تفضل. أكسكم. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فاضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسوى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك واحد منكم واحد منكم. على قلب، على أفجر قلب رجل واحد منكم. نعم شيخنا، طبعا حاجة. أنت عندك ما فيش منكم في الثانية؟ شيخنا عندي طبعا دار النهاج في الهامش. كاتب ما هو جيم قلب رجل واحد منكم زيادتكم وليس في صحيح مسلم. ما يقراش حاجة، تفضل. وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمال فيها لكم ثم هو فيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رواه. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والأحاديث القدسية، يعني النبي يتكلم على لسان ربه سبحانه وتعالى فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لأن الظلم هو أن تتصرف في ملك غيرك والله يملك الكل، وبالتالي لا يتصور الظلم من جانب الله عز وجل، فالله يتصرف فيما يملكه والله مالك وملك العوالم كله. ثم أنه لا يتصور يوم القيامة ظلم، لأن النار محل عدل الله والجنة محل فضل الله،
فإن عامل الله الناس بعدله أدخلهم النار، وإن عاملهم بفضله أدخلهم الجنة. وبالتالي لا يتصور ظلم لا في لا في دنيا ولا في آخرة. وعلى الإنسان أن يطلب الهداية من الله، وأن يتخلى عن هواه وشهوته حتى يستجيب الله له فيتجلى عليه باسمه الهادي. وعلى العبد أن يلجأ إلى الله في حاجاته، فإن كان جائعا فليسأل الله، وإن كان عاريا فليسأل الله، وإن كان مخطئا فليعجل بالاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. وأنه يعلم أن لو اجتمع الناس في طاعة على طاعة الله وكانوا على قلب أتقى رجل، يعني لو كل الخلق على قلب سيدنا رسول الله، لأن أتقى رجل خلقه الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد في ملك الله شيء. ولو كانوا على أفجر رجل وهو الدجال من الإنس وإبليس من الجن، وهذم أفضل الرجال أفجر الرجال، ما أثر ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا اجتمع الناس كلهم ودعوا الله أن يعطوهم ما يريدون فأعطى كل إنسان ما أراد، لا ينقص من ملك الله شيء، إلا كما ينقص الإبرة أي المخيط الذي يدخل البحر فيخرج ماذا حمل من ماء البحر، فيعني لا يذكر. وكذلك عطاء الله مهما أعطى العباد كلهم فعطاؤه لا يذكر بالنسبة لما عنده من غنى سبحانه وتعالى. تفضل. الحديث الخامس والعشرون، وبه إليه قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع فضل أحد من عباده، وأن الفقر أي قلة المال وكثرة المال فالكل من الله، فالفقير لا يحزن لقلة ماله لعدم صدقته، لأنه إذا سبح يأخذ ثواب صدقة المتصدق من الأغنياء، وإذا ذكر الله يأخذ ثواب من تصدق بماله في سبيل الله. وكذلك كل تهليلة يعني كل قول لا إله إلا الله، وكذلك إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، وكذلك إذا أتى شهوته من طعام وشراب وجماع على الوجه الذي أحله الله فإن له صدقات. وهذا يدل على أن الشهوة التي خلقها الله فينا توصل إلى الله إن استعملناها على وفق العلم الشرعي الشريف، وتحول بيننا وبين الله إن جاوزنا بها حد العلم الشريف. تفضل. بارك الله. الحديث السادس والعشرون، وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس ويعدل الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابة فيحمله عليها أو يرفع عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميق الأذى عن الطريق صدقة. ورد بالنص. نعم. قال رواه البخاري ومسلم. نعم.
كل سلامة يعني كل مفصل من مفاصل البدن. ومعلوم أن الله خلق الإنسان على 360 مفصلا كما وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، كل سلامة، لأن نعمة المفاصل هذه نعمة كبيرة. الإنسان حتى لو أصابه ألم في مفصل واحد ينكد عليه عمره وحياته، ويؤثر حتى على نشاطه اليومي، وعلى حتى علاقته بالناس، ويكون كثير الغضب، وهذا مفصل واحد. فما بالك أن الله خلقك على 360 مفصلا لا تشعر بألم فيها مدة عمرك، والألم التي تصيبك في عمرك من مفاصلك أيام محدودة فقط، حتى يشعرك الله بنعمة هذه المفاصل، لأن دوام النعمة دون أن تزول يجعل الإنسان لا يشعر بوجودها. وبالتالي على الإنسان أن يشكر هذه النعمة، لأن الشكر النعم هو الذي يحفظه. فإذا أردت أن تحفظ عليك نعمة المفاصل فعليك أن تعدل بين اثنين، فتتصدق، وكذلك تعين المسلمين على أحوالهم، وكذلك تكون كلامك كلام طيب مع الناس، وأن تسعى إلى المساجد وتختار المساجد البعيدة حتى تكسر الخدى إلى المساجد، وكذلك تميت الأذى عن طريق المسلمين. فإذا كثرت هذه الأعمال فالنبي قال ركعة الضحى تكون نيابة عن ذلك كله. يعني لو صليت ركعتين الضحى كل يوم وظبت على ذلك، ربنا يحفظ لك مفصلك في زمان كثرت ألام الظهر وألام الركب وألام العظام. فعلى الإنسان اللي هو يعاني من ذلك أن يحافظ على صلاة الضحى، فهي شفاء أكيد إن شاء الله لما عليه من ألم، وحفظ لصحته وعافيته. فضل إذن. نعم، البر هي كلمة جامعة لكل ما يرضي الله، ويقابلها الإثم، وهي كلمة جامعة لكل ما يغضب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع البر وهو كل ما يرضي الله في كلمة واحدة، وهي حسن الخلق. حسن الخلق مع الله بطاعته ومراقبته وخشيته، وحسن الخلق مع الخلق بتحمل أذيتهم والصبر عليهم والنصح لهم والإحسان إليه. أما الإثم، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني أي شيء تجد في قلبك كراهة لفعله، أو شك في فعله، أو قبيح لا تحب أن يطلع عليه الناس، فعليك أن تتجنبه. فإن الله ما خلق الناس وعيشك في وسطهم إلا ليقوموك بألسنتهم وبعيونهم التي تراقبك ليل نهار، فتتعلم من مراقبة الخلق لك أن هناك خالق يراقبك من خلال عيون الناس. تفضل. بارك الله فيكم سيدي. الحديث الثامن والعشرون، وبه إليه قال عن أبي نجيب العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله انها موعظة واتع ثوابنا. قال: تقوى الله والسمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا
نعم. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث وقال حديث حسن صحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي مراقبته وخشيته وطاعته وتجنب معصيته والمداومة على ذلك، هذه هي تقوى الله. وعلينا أيضا بالسمع والطاعة لأمرائنا، لأن لولا السمع والطاعة لأمرائنا ما قامت للإسلام مدنية ولا حضارة. العرب طول عمرهم قبل الإسلام لا يطيعون إلا زعيم قبيلتهم فقط، ولا يقبلون أن يتأمر عليهم واحد من غير قبيلته. جاء الإسلام وجمع الناس على أمراء مختلف القبائل ومختلف الملكات حتى يعلم الناس قيم المدنية والدولة والحضارة والإمبراطورية العظيمة. لولا هذا الحديث ما قامت للمسلمين حضارة ولا قامت لهم خلافة. ولذا على المسلم أن يعود نفسه على طاعة أمراء المسلمين من أمرهم الله عليه، لأن الله يؤتي الملك من يشاء، فلا ينازع الناس والأمراء ما أقامهم الله فيه، بل ينصح لهم ويتعاون معهم ويطيعهم، ولا ينفذ ما يأمرونه إن كان معصية، ولكن ينفذ ما يأمرونه به إن كان طاعة. فإن أمروه بطاعة وببعض المعاصي فينصاع للطاعات ولا يشارك في المعاصي، ولكن لا يخرج عليهم، لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى الفوضى. فعلاقة المسلم بحاكمه ولو كان، حتى النبي يقول وإن تأمر عليكم عبد، يعني في ظاهره لا يصلح للإمارة، وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، ولم يقل بالخروج على الحاكم أبدا صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوم عليه فرق الإسلام السياسي التي عودت الحكام على المنافسة على كراسي الحكم، وصارت الدنيا يتنافسونها حتى أهلكت الجميع وأضاعت حقوق الجميع. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أننا علينا أن نسير على سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإن الخلفاء الراشدين المهديين اجتمعوا على إمام واحد، اجتمعوا على سيدنا أبي بكر في خلافة أبي بكر، بالرغم أن هناك من الصحابة من يرى أن سيدنا علي كان أحق بالخلافة، وبالرغم من ذلك انصاع لخلافة أبي بكر ولم يثير الزواب عليه. كان هناك من الصحابة من يرى أن سيدنا علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، منهم عمار بن ياسر وكثير منهم من آل البيت كانوا يروا ذلك، وبالرغم من ذلك لم يخرجوا على الحاكم، بل أزعنوا وتعاونوا مع الخليفة. وكذلك في عصر سيدنا عمر الكل أزعن لسيدنا عمر وتعاون معه ولم يخرج أحد عليه، وكذلك في خلافة سيدنا عثمان حتى خرجت شرازم من بلاد المسلمين المختلفة حتى قتلوا سيدنا عثمان وفتحوا باب الفتنة بعد ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أي الأمور المحدثة التي تخالف مقاصد الشرع الشريف هي بدعة ضلالة علينا أن نتجنبها. وبالتالي ليس كل حادث يكون محدثا، فليس كل جديد يكون محدث. أيوة تسمع هكذا؟ ممكن نكتفي أو نعيد الاتصال؟ خلاص نعيد الاتصال ربما يتحسن. تفضل يا سيدي. أحسن كده أحسن. طب الحمد لله، ربنا يقوي شبكتكم وشبكتنا يا رب، يا رب قوي شبكات المسلمين كلها حتى يتم التواصل والتواصي. فكنت أعلق على قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن البدعة الضلالة هي الأمر المحدث الذي يخالف الشرع الشريف أو مقاصد الشرع الشريف. أما كل أمر جديد يؤدي إلى مقاصد الشرع الشريف وتنفيذها فهي سنة حسنة لفاعلها أجرها وأجر من عمل بها. تفضل يا سيدي.
لا اقرأ الآية كاملة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم. وهل يكب الناس؟ نعم، وهذا الحديث واضح لا يحتاج لتعليق كبير، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يقصد بها أبقاك لأمك، يعني على خلاف المراد، فهي الكلمة ثكلتك أمك إذا خرجت من النبي تخرج ولا يراد منها فقدتك أمك، ولكن يقصد بها خلاف معناها، كما يقول مثلا تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني أغناك الله، أما تربت يداك فمعناها الأصلي أفقرك الله، لكن يستخدمها النبي بمعنى أغناك الله على خلاف معناها. وكثير من ألفاظ وجمل في اللغة العربية تستخدم ويراد بها خلاف معنى، منها ثكلتك أمك تربت يداك وغير ذلك. فهذا الحديث يبين أن عبادة الله هي أفضل شيء، والإيمان بالله هو أفضل شيء، ومظاهره إقامة الصلاة المواظبة عليها في جماعة، وإيتاء الزكاة حق المال للفقير، وصوم رمضان وحج البيت. ثم بعد ذلك أبواب الخير كثيرة، فعلى الإنسان أن يكثر من الصيام لأنه جنة ووقاية، وكذلك أن يكثر من الصدقات لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، وكذلك عليه أن يكثر من صلاة الليل في جوف الليل لأنها تورث الإخلاص والحب والرحمة. ثم قال ألا أخبرك برأس ذلك كله؟ قلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم بيّن أن الإنسان لا يحسن منه هذه الأعمال كلها إلا إذا حافظ على لسانه وأقواله، ولذلك على الإنسان أن يراعي كل أقواله، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفضل. نعم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوا، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. أما المسكوت عنه فهذا رحمة من الله، وبالتالي المسكوت عنه والمتروك لا ينبني عليه حكم، لأن كثير من الجهلة يستدل بترك النبي لبعض الأشياء أن هذا يدل على عدم جواز فعلها، وهذا خطأ،
الترك لا يدل على النهي بل يدل على العفو. إن شاء الله هذا أفضل لنا جميعا. كنت أستحي أقول ذلك كأنك تقرأ أفكاري. الحمد لله جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأداب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويخلقنا بأخلاقه الكريمة ويشفع فينا دنيا وأخرى وأن يحفظنا في أنفسنا وذريتنا وأهلينا ووالدينا وسائر المسلمين وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله الأربعاء القادم نكمل بإذن الله. أكرمكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.